Ciao a tutti e benvenuti al mio canale Impara l'Italiano. أهلا وسهلا بكم في قناتي تعلم الإيطالية. هنتكلم النهاردة عن لي اجيتيفي إن إيطاليانو، يعني الصفات في الإيطالي شكلها عامل إزاي. عندنا الصفات في الإيطالي بتتكون من دوه كلاسي. كلاسي أونو شكله بيبقى عامل إزاي، الصفة اللي بتبقى في الكاتيجوري دوت في التصنيف ده بيبقى شكلها إزاي. كل ديزيننسا بالنهاية، أول نهاية أو، الصفة بتنتهي بأو مع المسكيلة سينجولاري زي كلمة برافو. برافو يعني ماهر أو شاطر، الصفة هنا نهايتها أو، إذن هي مسكيلة سينجولاري مفرد مذكر. تمام؟ النهاية التانية اللي بتبقى في الكاتيجوري دوت النهاية إي، الصفة بتنتهي بإي. في حالة إيه بتنتهي بإي؟ في حالة المسكيلة بلورالي، يعني الصفة الجمع المذكر، اللي هي هتبقى ايه؟ هي نفس الصفة بس النهاية فقط هي اللي بتختلف. لو مفرد مذكر ننهيها بأو، طيب لو مسكيلة بلورالي يعني جمع مذكر تبقى نحول الأو لإي. تمام؟ دي النهاية التانية. طب ايه الديزيننسا التالتة؟ هي آ، حرف الآ. امتى الصفة بتنتهي بآ؟ لما تكون بتوصف femminile singulare يعني مفرد مؤنث. تمام؟ آخر حاجة هي النهاية A. A بتيجي في حالة أن الصفة تكون femminile plurale يعني جمع مؤنث، فالصفة نخلي النهاية بتاعتها A. لما نيجي نوصف أسماء، الأسماء دول يكونوا جمع مؤنث بنحط النهاية A. تمام؟ الموضوع سهل جدا، قاعدة عادية جدا في العربي وفي كل اللغات أن الصفة بتتبع الموصوف. الصفة لازم تكون زي الموصوف، سواء كان الاسم الموصوف دوت مفرد أو جمع مذكر أو مؤنث لازم الصفة تكون بنفس الشكل. فالاسم لما يكون مثلا مفرد مذكر ننهي الصفة بأو، طب الاسم جمع مؤنث ننهي الصفة بأي. النوع الأولاني من الصفات بالشكل ده سهلة جدا، هي نفس الصفة وهنغير النهاية حسب الموصوف فقط. تمام؟ نشوف بقى كلاس الدواء بيكون النهاية بتاعته شكلها ايه. كل ديزيننسا بالنهاية، أول حاجة ايه في حالة مسكيلي أو فيمينيلي سينجولاري، في حالة المفرد سواء كان مذكر أو مؤنث تنفع مع الاثنين، يعني لو بوصف اسم مفرد سواء مذكر أو مؤنث في بعض الصفات بتنتهي بإيه وتنفع مع الاثنين، زي إيه؟ جراندي. جراندي يعني كبير. هنا الجراندي بتوصف اسم مفرد سواء مذكر أو مؤنث تمشي مع الاثنين. تمام؟ طيب إيه النهاية التانية للكاتيجوري دوت؟ النهاية إي. في حالة إيه؟ في حالة الجمع. هي نفس الصفة اللي بتنتهي بإيه، بس لما أجي أستخدمها مع اسم جمع يبقى هنا أخلي الإيه في الآخر إي، فتبقى جراندي. جراندي يعني كبير، بس بتوصف إيه؟ الأسماء اللي هي بلورالي. تمام؟ دول الشكلين اللي ممكن الصفة في الإيطالي تكون عليهم. نشوف كده إزامبي على الأجيتيفي دي كلاسي أونو. ناخد مثلا الصفة ألتو. ألتو يعني طويل. ألتو هنا آخرها أو، يبقى تيجي مع المفرد الإيه؟ المذكر. نشوف كده جملة باولو إيه ألتو، يعني إحنا دلوقتي هنوصف مين؟ باولو. باولو دوت مفرد مذكر مسكيلي سينجولاري، إيه بيكون ألتو، هننهيها بأو. زي إيه كمان؟ إل راجاتسو إيه ألتو، الولد بيكون ألتو طويل، يبقى هنا أو مع مسكيلي سينجولاري. طيب ألتا، النهاية آ تيجي مع فيمينيلي سينجولاري مفرد مؤنث، زي ماريا إيه ألتا، يعني ماريا بتكون طويلة، ما ينفعش استخدم مع ماريا ألتو مثلا. ليه؟ لأن ماريا مفرد مؤنث فالصفة تنتهي بآ. زي كمان لا راجاتسا إيه ألتا، البنت بتكون طويلة مفرد مؤنث. طيب ألتي، الصفة بقى هنا نهيناها بإي، يبقى هتوصف إيه؟ هتوصف جمع مذكر مسكيلي بلورالي، زي إيه؟ ماريا إي باولو، الاتنين دول جمع مذكر سونو ألتي، سونو بيكونوا ألتي طوال. زي كمان إي راجاتسي سونو ألتي، هنا إي راجاتسي جمع مذكر فوصفناها بإيه؟ بألتي. طب النهاية إيه بقى؟ ألتي مع الجمع المؤنث، زي ماريا إيهودا، الاتنين مؤنث وجمع، يبقى ماريا إيهودا
sono alte. زي كمان le ragazze sono alte. البنات بتكون alte طويلة. تمام؟ ده النوع الأولاني. النوع التاني بقى نشوف أمثلة عليه زي كلمة جنتيلة. جنتيلة يعني مهذب، ذوق كده ومحترم. فكلمة جنتيلة هتنفع مع المذكر والمؤنث بس المفرد. يعني ممكن نقول ماريو اي جنتيلة. ماريو بيكون مهذب، ماريو هنا مفرد مذكر. إلا راجاتسو اي جنتيلة، الولد بيكون مهذب مفرد مذكر. أو ماريا اي جنتيلة، ماريا بتكون مهذبة. لا راجاتسا اي جنتيلة، مفرد مؤنث، نفس النهاية مع المذكر والمؤنث في النوع ده من الصفات. طيب لما نيجي نجمعها بنقول جنتيلي، الإل في الآخر هتبقى إي مع المذكر والمؤنث برضو، فتبقى ماريا اي باولو سونو جنتيلي، جمع مذكر. أو اي راجاتسي سونو جنتيلي، آخرها إي جمع مذكر مع المؤنث الجمع برضو، ماريا اي هودا سونو جنتيلي. أو le ragazze sono gentili، هنا برضو نفس الكلام، جمع مؤنث استخدمنا فيها النهاية إي في النوع التاني من الصفات. تمام؟ ممكن دلوقتي كده نشوف example مجموعة كده من الصفات عشان نعرف شكلهم إيه. الصفات دي هي الصفات اللي بتنتهي بأو في المفرد المذكر، وطبعا بتتغير مع المؤنث ومع الجمع المذكر ومع الجمع المؤنث. تمام؟ بس هي نفس الصفة، هنغير فقط النهاية مع كل واحد فيهم. نشوف كده أمثلة عليها لأن إحنا مفروض بنحفظهم. famoso مشهور، moderno حديث، grasso سمين تخين يعني، basso قصير، buono طيب، piccolo صغير، magro نحيف. نشوف النوع الثاني من الصفات أمثلة عليهم. facile سهل، difficile صعب، giovane شاب، veloce سريع، triste حزين، intelligente ذكي، importante اللي هي important مهم. ديت مجموعة من الصفات اللي آخرها إيه، وطبعا بتنفع مع المفرد المذكر والمفرد المؤنث بالشكل ده. مع الجمع بنحول ال في الآخر ل إيه، سواء مع المذكر أو مع المؤنث. تمام؟ دلوقتي نشوف كده إزرتشيتسيو، تمرين كده. أول حاجة بقول ندى إيه، بيلا بيلي بيلي. ندى اسم فيمينيلا سينجولاري مفرد مؤنث. طب المفرد المؤنث هستخدم معاه ايه؟ يا اما بيلا يا اما بيلي. لو هي النوع الاول من الصفات هتبقى بيلا، لو كلمه بيلو دي النوع التاني من الصفات اللي بتنتهي بايه فهتبقى بيلي. هي انهي نوع مفروض طبعا نحفظها. فكلمه بيلو جميل بتبقى بيلا جميله، فهنا مع المفرد المؤنث تبقى بيلا. ايه تاني؟ i nonni اللي هما الأجداد sono بيكونوا، buona buoni buone. قلنا buono لسه قايلينها من شوية يعني طيب، هي أصلا إيه؟ buono مع المفرد المذكر، يبقى هنا i nonni جمع مذكر، maschile plurale، يبقى هنا هتستخدم إيه النهاية؟ i، تبقى الإجابة buoni طيبين. le donne خدنا كلمة donna قبل كده يعني امرأة، le donne sono بيكونوا، giovane giovani giovano. طبعا لما احنا نحفظهم هنلاقي ان الصفه giovane هي صفه من الكلاس الثاني اللي هي النهايه بتاعتها في المفرد ايه وفي الجمع ايه، يبقى هنا هتبقى ايه؟ giovani. giovani مع جمع المؤنث وجمع المذكر، لان الصفه ديت اصلا في المفرد بتاعها اخرها ايه. شوف كمان احمد ايه، egiziana italiano italiana. احمد كاسم نوعه maschile singolare مفرد مذكر، يبقى ياخد النهاية ايه فيهم؟ او، يبقى italiano. ما ينفعش مصري لان egiziana هنا مع المؤنث اخرها اه فمش هتنفع، يبقى احمد ايه؟ italiano. تمام؟ بكده احنا خلصنا الصفات، ولو حد ليه اي سؤال يكتبه في الكومنتي. ci vediamo. grazie.